السلام عليكم مرة أخرى إخواني أخواتي. اليوم غنتكلموا على هذا الفيديو التوضيحي حول الزراعة البيولوجية. كما تشاهدون يعني رغم الظروف المناخية، يعني نحن نتواجد في فصل الشتاء البارد ونزول بعض ضربات الصقيع، ومع ذلك فإن الزراعة البيولوجية تتحمل ولا زالت تعطي وفرة في الإنتاج كما تشاهدون ما شاء الله. إذا إخواني أخواتي، الغاية من هذا الفيديو هو التوضيح بأن إذا كانت الأرض تتوفر على مخزون لا بأس به أو جيد من المواد العضوية وكذلك المواد الأخرى من أملاح معدنية كالبوتاسيوم والكالسيوم وغيرها، فإنها ستقاوم لا محالة، ولكن لفترة معينة، لأن هذه الشجيرات شجيرات الفلفل سواء الحلو أو الحار فإنها تتغذى عن طريق هذه الأملاح، وبالتالي فإنها سوف تنتهي في آخر المطاف. كذلك الباذنجان، شاهدوا ما شاء الله، يعني لو وفرت الظروف أو الشروط سنأتي بغلة جيدة. إذا إخواني أخواتي، لا تنسوني بالاشتراك في القناة والضغط على الجرس.